السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي البريفي وسولوني على البيلون فينانسيير، طلبوا مني اننا نخدموا ديكا اونصومبل في البيلون فينانسيير، في الموديل ديال لاناليز فينانسيير ولا الدياغنوستيك فينانسيير. بالنسبه للناس اللي كيقراو في التكوين المهني، راه سميت الموديل دياغنوستيك فينانسيير، وكاين اللي كيلقاو لا جيستيون فينانسيير، وكاين اللي كيلقى لاناليز فينانسيير. بالنسبه كاين فرق بيناتهم، كاين فرق ما بين الاناليز والدياغنوستيك وما بين جيستيون. الدياغنوستيك من طبيعه الحال تشخيص، الاناليز تحليل، ولا جيستيون تسيير. وهذا باغمي لي كيستيون اللي كيطرحوا بزاف بزاف في لي زونتروتيان دومبوش، وسواء حتى الناس اللي كانوا كيدوزو دي زونتروتيان مثلا بغاو يكملوا قرايتهم ليسونس ولا ماستر باردون، سولوهم شنو هو الفرق ما بين الاناليز والدياغنوستيك ولا جيستيون. ما عليناش دونك فهاد لا فيديو هذا كيهمنا حنايا لا بارتي ديال البيلون فينانسيير. كيف ما كتعرفوا معايا كاملين، الموديل فيه بزاف ديال لي بارتي. كاين لا بارتي ديال ايطا دو سول جيستيون، كاين البيلون فينانسيير، كاين المهم كاين بزاف. حنا كيهمنا البيلون فينانسيير في هاد لا فيديو وفي هاد الموديل. دونك قبل ما نخدموا شي كا من لي كا ديال البيلون فينانسيير، يعني شي اكزيرسيس، خاصنا نعرفوا بدا شنو هو البيلون فينانسيير. ما فيها باس نعرفوا، وهادو من الحوايج انا اللي كنسطر عليهم. اي حاجه كتخدموها في اي موديل، في اي حاجه فيها الكالكول، راه ما كتهمش الريزولطا. الريزولطا شي حاجه اللي سي تري امبورطون، ولكن راه خصك تعرف شنو كتحسب. راه فاش غادي تشد الدبلوم وغادي تمشيو مثلا لشي اونتروتيان ولا تمشيو لشي شركه، ها انت كتخرج مثلا هاد عطاتك اكزيرسيس ديال البيلون فينانسيير وكتخرجو مزيان، كتخرج لك الريزولطا. ولكن فاش غادي نطرح عليك السؤال اشنو هو لو غول ديال هاد لو بيلون، شنو هو لوبجيكتيف ديالو، علاش كنديروه، امتى خاص لونتربريز ديرو، هادو كاملين دي كيسيون خاص تكون عندك نتايا دي ريبونس. يعني الافونس تكون عندك دي ريبونس على ود هاد لي كيسيون هادو، تعرف راسك اشنو كتحسب سواء في البيلون سواء في الكونطا سواء في اي حاجه كتقراها. دونك بلا ما نطول باش الفيديو ما يجيش طويل، انا حاولت نختار لكم واحد لي دو ديفينيسيون على لو بيلون فينانسيير. حاولوا انكم تفهموهم تعقلوا عليهم، لحقاش بحال هاد لي كيسيون كيتعطاو بزاف في لي كونكور ديال الريكروتمون. حيت انا شخصيا كنت كندوز لي كونكور وكنلقى بحال هاد لي كيسيون، شنو هو لو رول ديال لو بيلون، شنو هو لو رول ديال شنو هو مثلا لو رول ديال الكونطابيليتي اناليتيك اكسيتيرا. دونك خلينا نقراو هاد لا ديفينيسيون الاول. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، لو بيلون فينانسيير او بيان دو ليكيديتي، نقدروا نقولوا ليه لو بيلون فينانسيير ولا بيلون دو ليكيديتي، يعني بيلون يعني السيوله. ايتابلي دون لو بيت دو فالوي لو باتريمون دو لونتربريز اي دابريسي سا سولفابيليتي ا كور تيرم. دونك بشويه ونعرفوا شنو قالوا لنا هنايا. قال لك هاد لو بيلون فينانسيير ولا نقدروا نقولوا ليه بيلون دو ليكيديتي، عقلوا عليها. الا سمعتوا بيلون دو ليكيديتي باردون، راه هو لو بيلون فينانسيير ايتابلي دون لو بيت ديفاليو لو باتريمون دو لونتربريز، يعني كنديروه باش اننا نيفاليو هذاك لو باتريمون ديال لونتربريز، وباش اننا نعرفوا لا سولفابيليتي اكور تيرم، يعني هذيك لا سولفابيليتي ديال لونتربريز كيخلينا هاد لو بيلون فينانسيير نعرفوا لا سولفابيليتي على المدى القريب اكور تيرم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، بالنسبه للدوزيام ديفينيسيون كذلك، كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، لو بيلون فينانسيير اي تان دوكيمون. في بعض لي كونكور كيعطيك مثلا لو بيلون فينانسيير وكيعطيك بزاف ديال لو شوا، كيقول لك واش هاد لو شوا الاول الثاني، وكتلقى مثلا باغمي لي شوا ايتان دوكيمون، يعني انت كدير كروا عند دوكيمون، يعني باردون ما كيبانش واقيلا بلاتي نحاول. فوالا نعاود، لو بيلون فينانسيير ايتان دوكيمون، عقلوا على هاد دوكيمون. هاد لو بيلون فينانسيير راه سي تان دوكيمون، وكيف قلت لكم بحال هاد لي كيسيون كيتعطاو بزاف في لي كونكور دو ريكروتمون، كيعطوك لي شوا بزاف، كيقول لك واش هذا واش هذا واش هذا، وباقي عاقل ان شي كونكور كانوا عطاونا بحال هذا السؤال. ما عليناش، قلنا لو بيلون فينانسيير اي تان دوكيمون بيرميتون دو كونيتر سو كي اي بروسيدي بار اون اونتربريز سون اكتيف اي سو كيل دو سون باسيف. يعني هاد لو بيلون فينانسيير كيخلينا اننا نعرفو داكشي اللي عند لونتربريز في لاكتيف ديالها وفي الباسيف، يعني داكشي اللي عندنا في لومبلوا وداكشي اللي عندنا بيان سور في الريسورس. دونك
انا قبل يعني انا كان جاني سيميو، انا نعطيكم شنو هو لو بيلون فينونسيير، علاش كنديروه، علاش كنحسبوه، علاش لونتربريز كديرو قبل ما نمشيو للكالكول، حيت الكالكول راه ساهل وان شاء الله غادي نشدوه كاملين. دونك انا في هاد لا فيديو هذا، ولا نقدر نلوح فيديو اخر، غادي نحط فيه واحد الكا، واحد ليكزيرسيس اللي اختاريتو، يعني اللي فيه لي بياج اللي يقدر يطيح فيهم ستاجير فاش يكون كيخدم، ولا اي واحد يقرا لهذا الموديل، يعني لي بياج اللي يقدر يطيح فيهم ما يخرجش ليه ليكيليبر، حيت لوغو، حيت المهم عندنا حنايا هو يخرج لنا ليكيليبر في هذا البيلون فينونسيير. حيت لما خرج لنا ليكيليبر في داكشي اللي عندنا في لومبلوا، خاصو هو اللي يخرج لينا في بولا في الباسيف اللي هما لي ريسورس. دونك خليكم معايا، غادي نخلي لكم ليكزيرسيس، غادي تيليشارجيو وغادي تبعوا معايا ان شاء الله، ايطاب باغ ايطاب غادي نشوفوا كيفاش كيدار داك الطابلو، شنو هما لي زوبيراسيون اللي خصنا نخدمو اكسيتيرا.